السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. شيء محزن والله، شيء محزن والله انك تفقد لك حيوان مربيه تقريبا حدود السنة ولا 3 سنوات. هذا تقريبا قطوتنا ماتت، مدري ايش اللي خلاها مات. شيء محزن بالصراحة والله. قطوتي والله حرام، كنت قاعدة ربيها، ربيناها بس ماتت. يعني تقريبا ما في شيء أقوله عن ليش قطوتي ماتت كده، بس إن هي ولدت قطوة من زمان، تقريبا من حدود 2 شهر ولدت الحين قطوتنا ماتت. وش اسمه قط مولودة عندها قطوة صغيرة مربيها الحين لها 2 شهر تقريبا. القطوة الصغيرة لها 2 شهر لكن أمها ماتت. شيء محزن بصراحة إنك تربي قطوة حدود تقريبا 1 أو 2 سنين وفي النهاية تلقاها تموت. محزن والله. قطوتنا تقريبا تعرفت عليها أو جبناها تقريبا من حدود 2 سنين تقريبا، قعدنا نربيها يعني 2018 تقريبا إن لقيناها وربي جبناها ونوكلها ونربيها. بعدها بكم سنة تزوجت تقريبا، يعني 2019 تزوجت يعني الحين عندها قطو زوجها، يعني ما أعرف شو اسمه والله. بس 2020 يعني مشت فيه، يعني تتربى، ربيناها ووكلناها وعلمناها، ودائما قاعد تجي ورانا كل يوم، يوم نروح مدرسة تجي معانا، يوم نروح سوق بقال أي شيء تجي ورانا. بعدها في 2021 تقريبا هذه كانت النهاية حقتها، جينا ربيناها. بعدها قاعد أقول ليش ما جات بيتنا، لها 3 أيام أو حدود 4 أيام ما جات بيتنا. بعدها عرفت إنها ماتت وحزنت عليها مرة والله. وهي كانت أول شخص كانت عندنا، لأنه كان قبل عندنا حيوان، كان عندنا أرنب مات، الحين القط مات. شيء محزن بصراحة. بس كده وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن المقطع عجبكم، ومع السلامة.